بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، لعلكم جميعا بخير. النهاردة هنكلمكم عن أصل مقولتين. المقولة الأولى مكيدة الفيل الأبيض. كان من العادات الهندية القديمة تلقيب الشخص الذي يصل إلى مستوى فاحش من الثروة بالمهرجة، وبمجرد أن يخسر ثروته يتم سحب اللقب منه فورا، فإذا استعادها وأصبح مستحقا لللقب عاد إليه مرة أخرى. وكان يوجد جماعة من المهرجوات يشكلون معا حزب ولا يقبلون بأي مهرجة جديد معهم، إلى أن وصل أحد أبناء الأسر الفقيرة إلى ذلك المستوى من الثراء وأعلن عن ثروته فجأة، فكان يعمل طوال السنوات الماضية بصمت. وكان للمهرجوات خطة للتخلص من الذين لا يريدون لهم الوصول للقب المهرجة. ومن الأمور المقدسة في الهند هو الفيل الأبيض، وهو فيل نادر ولا يجوز معاملته مثل الفيلة الأخرى. فقام المهرجوات بعمل حفل ترحيبي، وقاموا بإهداء فيل أبيض للمهرجة الجديد، وبسبب قلة خبرة المهرجة الجديد قبل الهدية بفخر. مرت الشهور، ومع الوقت لاحظ المهرجة الجديد أن ذلك الفيل يستنزف ثروته، فلا بد أن يقدم له طعام كثير ومتنوع، وللأسف لا يمكنه التخلص من الفيل، فهو الذي قبله. والعدول عن ذلك إهانة للفيل وأمر يغضب الناس، نظرا لأنه فيل مقدس، وبذلك فقد ثروته ولم يعد مستحقا للقب المهرجة وعاد لسابق عهده. المقولة الثانية في 60 دهية. دايما بنسمع المقولة دي، إيه الحكاية؟ تعود هذه المقولة لقائلها قيس بن المكشوح المرادي أثناء حصار قصر فيروز الدلمي في صنعاء وقتله للبازان الفارسي بعد معركته في الرحبة مع همدان. قيس بن مكشوح المرادي عندما أطبق الحصار على قصر فيروز الدلمي الفارسي في صنعاء، أقام نقطة في مداخل صنعاء وقتل كل من ينتمي إلى الفرس أو همدان. والسبب يعود إلى ما قبل الإسلام، حيث كانت تدور معارك بين قبائل مدحج وهمدان، وكانت دائما الغلبة لقبائل مدحج، فاستعان الهمدانيون بالفرس على مدحج ورتبوا خطة للقضاء على مشايخ مدحج. فطلب الهمدانيون من مشايخ مدحج اللقاء بدون حمل السلاح من الطرفين للتحاور، وقد رتب الهمدانيون مع الفرس مكيدة لقتل كبار مشايخ مدحج ويدعى مراد، وفعلا تم الحضور وغدر بمشايخ مدحج وقتل منهم 60 شيخ، وكان من داهات مدحج فتفرقت قبيلة مدحج. فلما حدثت الردة وجراء مناوشات مع حاكم صنعاء، تذكر قيس بن مكشوح غدر همدان بمشايخ قومه بالتعاون مع الفرس، وسعى للانتقام والثأر لهم من الفرس وهمدان. ومع كثرة عدد القتلى من الجانب الآخر، جاءت الوفود الوسيطة إلى قيس بن مكشوح معاتبين له لكثرة القتلى ومناظر الخراب والدمار، فأجابهم بهذه الكلمات القليلة: في 60 داهية، بمعنى كل هذه الضحايا والخراب ثأرا ل60 داهية وكبير من قومه، وهم 60 شيخا الذين قتلوا من قبل. بكده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى ينال إعجابكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.